السلام عليكم يا سادس. اليوم درسنا اللي هو مصادر المياه غير الاعتيادية. في الدرس السابق تحدثنا عن مصادر المياه الاعتيادية اللي هي المياه السطحية والمياه الجوفية. اليوم إن شاء الله بدنا نتعرف على ما هي مصادر المياه غير الاعتيادية. 1- مياه الصرف الصحي المعالجة. 2- أو ثانياً المياه الرمادية. وثالثاً تحلية مياه البحار. هذه هي مصادر المياه غير الاعتيادية. المقصود بمصادر المياه غير الاعتيادية هي المياه التي لا نستطيع استخدامها واستعمالها بشكل مباشر، بل نلجأ إلى يا إما معالجتها أو تنقيتها أو إزالة الأملاح منها أو تحليتها لاستخدامها، أي أننا لا نستطيع استخدامها بشكل مباشر. 1- مياه الصرف الصحي. تزداد حاجة الناس أو السكان للمياه مع زيادة عدد السكان وزيادة الأنشطة الصناعية والزراعية. إذن من أهم الأسباب التي جعلت هناك حاجة كبيرة لاستخدام المياه، 1- اللي هو زيادة عدد السكان. السبب الأول والسبب الرئيسي أن عدد السكان بيزداد بشكل كبير مع زيادة الوقت. ثانيا بسبب زيادة الأنشطة الصناعية والزراعية. ثالثا بسبب زيادة الطلب على المياه. ورابعا بسبب تعرض المياه للتلوث. قام العلماء أو الخبراء اللي هو الاعتماد على مصادر أخرى للمياه غير مصادر المياه السطحية والجوفية للاستفادة منها، مثل استخدام المياه العادمة. فما هي المياه العادمة وما مصادرها وكيف يمكن معالجتها؟ المياه العادمة يتم معالجتها في محطات معالجة خاصة أو يمكن أن يطلق عليها بمحطات التنقية. لو طلعنا الشكل الموجود أمامنا يا سادس اللي هو بين اللي محطة معالجة مياه عادمة. عند معالجة المياه العادمة وهي المياه التي تكون موجودة في شبكات الصرف الصحي والناتجة عن الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية، وهذه المياه تحتوي على ملوثات من مواد مختلفة، إذن مصدرها هو شبكات الصرف الصحي. تمر بثلاثة مراحل لتنقيتها وحتى يمكن استخدامها مرة أخرى. المرحلة الأولى التي تمر فيها مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة اللي هي نسميها المرحلة الأولى أو المعالجة الفيزيائية. ماذا يتم في هذه المرحلة يا سادس؟ يتم في هذه المرحلة ترسيب الحصى الصغيرة والمواد العضوية ذات الكثافة العالية لتكون من هذه المرحلة مادة تسمى مادة الحمأة، اللي هي بقايا مواد صلبة مترسبة بعد معالجة المياه. وأيضا يتم في هذه المرحلة كشط الدهون والزيوت. إذن هذه هي المرحلة الأولى أو نسميها المعالجة الفيزيائية، يتم فيها ترسيب الحصى الصغيرة والمواد العضوية ذات الكثافة العالية. ثانيا تكشط في هذه المرحلة الدهون والزيوت. بعد ذلك تمر مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة بالمرحلة الثانية والتي تسمى بالمعالجة الحيوية، وهنا يتم تحليل البكتيريا الهوائية، أو هي البكتيريا الهوائية تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية وترسب ما تبقى منها. في المرحلة الثالثة اللي هي المعالجة الكيميائية يتم التخلص من الملوثات المتبقية من المرحلتين السابقتين، فتفصل بعض العناصر الكيميائية خاصة السامة منها، وهنا المياه تعقم بمادة الكلور. مادة الكلور هي مادة معقمة يتم فيها تعقيم المياه لقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في المياه. إذن هذه هي المراحل الثلاثة التي تمر فيها المياه العادمة لتنقيتها ومعالجتها. السؤال الأول صفحة 90 يا سادس، ما مصادر المياه العادمة؟ حكينا المياه العادمة ناتجة عن الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. ما المرحلة التي يتم فيها كل من العمليات الآتية؟ التخلص من المواد الكبيرة مثل الحجارة والبلاستيك اللي هي المرحلة الأولى.
إضافة الكلور لتعقيم المياه من الجراثيم اللي هي المرحلة الثالثة أو المعالجة الكيميائية. أطور معرفتي يا سادس واجب معكم، صفحة 91 أطور معرفتي واجب. خلينا نجي على أقوم تعلمي وتأمل فيه. ما أهمية معالجة المياه العادمة؟ حكينا أنه زاد الطلب بشكل كبير على المياه بسبب زيادة عدد السكان، بسبب تلوث المياه، أيضا بسبب زيادة الأنشطة الصناعية، وبالتالي لجأ الخبراء إلى استخدام مصادر أخرى للمياه، مثل اللي هي مصادر المياه غير الاعتيادية، مثل المياه العادمة أو المياه الرمادية. لذلك لجأنا إلى معالجة المياه للاستفادة من المياه، لأن المياه الاعتيادية صارت كميتها قليلة، ما بنقدر نستفيد منها كلها. ليش؟ لأنه كميتها قليلة. إذا لجأنا إلى مصدر آخر للمياه وهو المياه العادمة. السؤال الثاني، فسر ما يأتي. يضاف الكلور في مراحل معالجة المياه العادمة، حكينا لأنه مادة الكلور مادة معقمة تستخدم لقتل الجراثيم الموجودة في المياه. يتم تكثير البكتيريا في إحدى مراحل معالجة المياه العادمة، لأن البكتيريا تقوم، اللي هي البكتيريا الهوائية، تقوم بتحليل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية. تخيل عدم وجود معالجة لمياه الصرف الصحي في محطات التنقية، فما الأضرار التي تتوقع حدوثها؟ لو بقيت المياه الصرف الصحي مثل ما هي موجودة، مش راح تتنقى أو تتعالج، شو راح يصير؟ أكيد راح تزداد اللي هي نسبة التلوث الهواء، نسبة التلوث في الماء، يعني التلوث البيئي بشكل عام. أيضا راح شو راح تتراكم اللي هي الحشرات، يصير عندنا عدد كبير من الحشرات، ممكن تؤدي أيضا إلى تلوث بيئي اللي هو تلوث الهواء وتلوث الماء، وبالتالي يمكن أن تزداد كمية الأمراض. السؤال الثالث، هل يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المزروعات بأنواعها المختلفة؟ لا، في عندنا بعض المزروعات لا يمكن سقايتها بالماء المعالج، لأنه بيحتوي على نسبة من الكلور، اللي هي مثلا المزروعات اللي بنتناولها بشكل مباشر لا يمكن سقايتها أو ريها بمياه المعالجة، لأنها بتكون تحتوي على نسبة عالية من الكلور. لذلك يجب استخدام المياه الاعتيادية لريها. إذا مش كل أنواع المزروعات يمكن ريها بالمياه المعالجة. الحصة القادمة إن شاء الله يا سادس رح نأخذ المصدر الثاني وهو المياه الرمادية. يعطيكم العافية.